اهلا وسهلا، شكرا لك ابتسام، شكرا على الاستضافه. مرحبا خليفه، وتحيه الى عموم المستمعين واخونا حسين الرحيلي اذا كان في الاستماع، لانه يجب الاستماع الى افكاره جيدا. هذا الرجل يعي جيدا ما يقول. واضح، مرحبا بك احمد السعيدي. احنا في كل مره باش نحكيو طبعا على المساله هذه، مهم جدا الناس الخبراء الاكاديميين الباحثين يتم تخصيص مساحه مهمه لهم في مختلف وسائل الاعلام باش نفهموهم ونسمعوا من عندهم اصل المشكل ونتناقشوا معهم حتى على مستوى شنو امكانيه او الحلول الممكنه والمتوفره. احنا نخرجوا فاصل وبعد نحكيو شويه في الموضوع هذا، فاصل وراجعين. من 11 لنص النهار كل يوم تسمع غريبة في نهج التربينال والدريبة، من الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة، وفي الويكاند بالعريف بالحكاية الباغانورماليجيك. سبور غرام من الاثنين للاربعة من الثلاثة للخمسة في اكس غتاي، وفي نفس التوقيت كل خميس وجمعة معنا شي ما يفوت في داتا فوت، وما تفلتش استاد ديوان كل عشوية سبت وحد. أحلى لما وأحلى ناس في ناس الديوان، من الخمسة للسبعة متاع العشية، في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، من السبعة للثمانية متاع الليل. وعلى خاطر الصغار هما نورت الدار، كل سبت عنا رونديفو مع ديوان كيدز من الخمسة للستة، وقاية أمبيونس ديكالي ديما لباس من 8 للتسعة متاع الليل. أبن موزيكا وأجدد لهيت من 9 لنص الليل، عيش جو النايت كلوب وانت في الدار. وكل ويكاند خليك برانشي مع ليزاني بونور. ديوان اف ام، صوتكم في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام. يستنى فيكم اقوى بروجرام. ابدأ صباحك مع صباح الخير تونس، كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للسبعة. تبع لي غاف ماغور كل نهار من السبعة للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة من التسعة ونص لنص النهار. وفي الويكاند لومبيونس على الكيف في ويكاند على الكيف. هنا تونس، نصف نهار و16 دقيقة. رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم ساعتنا الأولانية من برنامج هنا تونس، تتحدث عن تراجع نسبة امتلاء السدود إلى 20.8%. ذكروا قبل الفاصل كان حاضر معنا سي حسين الرحيلي واللي حاول يفسر لنا الموضوع هذايا. أيضا ذكر ساخرك نرحب عفوا بطارق الكحلي. أهلا وسهلا طارق، مرحبا بسام. وأنا الموضوع هذايا أساسي راه صحيح، يعطيه الصحة سي الرحيلي، كنت نسمع فيه تو. وأيضا البارح راح دخل مع زميلتنا هدى الورغمي، كنا نحكيو في الاوف انا وخليفه واحمد السعيداني. زميلتنا هدى الورغمي خذت بالتليفون البارح في برنامجها 60 دقيقه، كاتب الدوله السابق للموارد المائيه والخبير في المياه عبد الله الربحي، اللي هو بدوره فسر معناها المساله هذه، وقال انه الكميات الاخيره من الامطار اللي تم تسجيلها بعدد من ولايات الجمهوريه باش تدعم مخزون المائده المائيه الجوفيه بالبلاد، فضلا عن تغذيه الزراعات والغراسات بشكل عام. وقال انه الامطار هذه ماهيش باش تساهم في تعزيز نسبة امتلاء السدود، ويشير إلى أن السدود تساهم في نسبة امتلائها ما يسمى بجبهات رجوع شرقي المتأتية من الأمطار اللي تدخل من جهة نفزة اللي هي تابعة لولاية بيجا، وبين بأن ما زلنا في بداية موسم الأمطار ووضعية السدود باش تتحسن، لاسيما سدود الشمال والوسط. دونك مهم جدا كل هاتي المعطيات، قراءة كما قلت حكي أنت أحمد السعداني من ناس باحثين وأكاديميين ملمين بمثل هاتي الملفات. نبدأ معك مثل ضيفنا أحمد السعداني اليوم، نحكيه على السدود، نحكيه على نسبة الامتلاء متاحة وأهمية السدود اليوم رغم ربما عدد من الإشكاليات اللي قاعدين نعانيه منها فيما يتعلق بالنقطة هذية. شنو عندك تقول في الموضوع هذا؟ تفضل. واضح، عندي مجموعة ملاحظات برقية. تفضل. نحب نبدأ تقريبا من سؤال سأله السيد وزير الفلاح السابق اللي هو السيد عبد المنعم بلعتي. أي. هو لأنه نحن اليوم نتحدث عن التغيرات المناخية على أساس أنه نعمله في الاستشراف وإلا نخدمه في على المستقبليات، ولا نحن اليوم في بداية التغيرات المناخية هذه؟ للأسف نحن بدينا في التغيرات المناخية، وما يمكن ملاحظته اليوم في نسبة التساقطات في التوزيع الجغرافي للتساقطات، نلاحظ ما يمكن الاصطلاع على تسميته بتغير الخارطة المطرية في تونس. أغلبية السدود الكبرى اللي تم إنشائها في أول الدولة الوطنية دولة الاستقلال متمركزة في الشمال الغربي،
بينما التساقطات اليوم تمشي نحو المناطق الساحلية ربما مناطق الجنوب، وهذا اللي اليوم نقص الخطر الذي يدق. بعيدا عن التفاؤل، نحن نحب الناس الكل نكونوا متفائلين، ولكن الوضعية اليوم وصلنا إلى من لا يرى اليوم في مسألة السيادة المائية ولا السيادة الغذائية متاعنا ولا الشح المائي المزمن، من لا يرى الأضواء الحمراء تشتعل فهو أعمى. الحلول موجودة، ولكن يجب أن نطرح الحلول التي تتناسب مع جغرافية تونس. سمعنا للأسف بعض الناس وحتى في الحكومة يتحدثوا على الاستمطار بنوعية، خطفة فما زوج أنواع من الاستمطار، فما نوع إفيكاس برش معنا حسب رأي الخبراء، ولكن النوع هذا ينجم يؤدي إلى فيضانات، ونحن نعرف البنية التحتية الكارثية اللي تعاني منها تونس. أيضا التوزع الديموغرافي في تونس اليوم، هناك مدن توسعت في مجاري تأودية وأنهار منسية. إذا كان باش نمشوا في حلول، لازم تكون حلول هذه متلائمة مع الطبيعة الجغرافية متاعنا. أيضا تحليت مياه البحر، اليوم نسمع في تحليت مياه البحر في صفاقس وتحليت مياه البحر في جربة، والأولى أنه يتم تحليت مياه البحر في الشواطئ متاع ولاية باجة وشواطئ ولاية جندوبة اللي هي مرتبطة بالسدود الكبرى. إذا كان ما يكونش خيار استراتيجي للدولة أن تستثمر في تحلية مياه البحر في الشمال لربط شبكات السدود الكبرى بمحطات تحلية مياه البحر، فلن نصل إلى شيء. أيضا هناك يعني الموضوع اللي حسيته تمو في تونس، اللي هو المائدة الجوفية العميقة. وصلت سألت يعني مسؤولين في وزارة الفلاحة يتحدثوا أنه لا وجود لهذه المائدة، وأنه كل ما يقال عن هذه المائدة معناها مجرد معناها أكاذيب ومجرد معناها إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أنه بحث بسيط شخصي قمت به في مواقع في الانترنت اكتشفت أنه عديد الجامعيين والخبراء الدوليين يعتقدوا بأنه أكبر مائدة مائية عذبة في العالم جوفية موجودة ما بين في الصحراء الكبرى حدود. الشير اللي ما بين تونس والجزائر وليبيا، وتقريبا عندنا منها ما بين 8 و12%. كمية المياه المتوقعة اللي موجودة فيها تقريبا 5 مليار متر مكعب، لذلك وجب الذهاب نحو البحث واستغلال مياهنا. واليوم الجانب الجزائري في استغلال المياه الجوفية ماشي نحو استغلال مفرط للأسف في المياه الجوفية. أيضا هناك اتفاقية تلزم الجانب الجزائري بعدم بناء سدود على مجاري أودية معينة على الحدود التونسية، والجانب الجزائري اليوم غير ملتزم بهذه الاتفاقيات. يعني المشكلة هي مشكلة أنه كنا نعاني في فترة كاملة من عدم وجود دولة، عديد المتدخلين في الشأن داخليا وخارجيا، نقص الخطر يدق، الضوء الأحمر يشتعل في مسألة المياه. اليوم وقت الحكومة والسيد رئيس الجمهورية يتحدث عن السيادة الوطنية، المرتكز الأساسي للسيادة الوطنية هو السيادة الغذائية. الشعب الذي لا يأكل ما يزرع ولا يلبس ما يصنع وما نجمش يصنع ويوفر قطاع الغيار متاعه، وما تنجمش تكون عنده رؤية استراتيجية في توفير مخزون استراتيجي من الأدوية واللقاحات، ما عندوش الحق يتحدث عن السيادة الوطنية، ولكن البداية حتما ستكون بالسيادة الغذائية. قبل ما نحكي على السيادة الغذائية، اليوم راهو 2019 اليوم 2019، إذا كان أنت بشمشي في تمثلات معينة في توفير المواد الأساسية بالطريقة الكافية، تناقضا مع مفهوم الأمن الغذائي، نحن نحب السيادة الغذائية. الأمن الغذائي يتحدث على توفير السيولة الكافية للولوج للأسواق العالمية والدخول في مناقصات من أجل توفير المواد الأساسية، ونحن نحب نوفر المواد الأساسية هذه. اليوم نحن ما نشلق الماء باش نشربه في تونس. أنا مثلا في ماتر عندي عمادة كاملة فيها 420 عائلة تعاني أنها ما هيش مربوطة بشبكات المياه الصالحة للشرب.